السلام عليكم. اليوم نتعرف على جزء من الخط سكك الحديدية الشمالي اللي يربط غرب الجزائر بشرقها على امتداد حوالي 1100 كيلومتر، واللي راه قيد الانشغال يعني من طرف الشركة أو الوكالة الوطنية للتسيير ودراسة في ميدان السكك الحديدية، واللي راهي قائمة بدورها يعني كما ينبغي، راهي رائدة في تجسيد مشاريع السكك الحديدية عبر التراب الوطني في كل ولايات الوطن، واللي هي تنسق ما بين الشركات التي تاع الدراسات والشركات تاع الإنجاز اللي تقوم بهذه المشاريع. واليوم رانا بصدد تعرف على جزء الواقع في ولاية عين دفلة، والذي يتم حاليا في هذا الجزء عملية كهرباء هذا الجزء. وللعلم أن الخط السكك الحديدية الشمالي هذا هو سوف يكون مكهرب كليا، وسوف تصل سرعته إلى 160 كيلومتر في الساعة، وهو من نوع LGV يعني لين اغراند فيتاس. إذن هذه هي، وهنا نشاهد الجزء هذا الموجود في دائرة 5 بليانة، واللي راه يعني سوف يسلم للاستعمال يعني في غضون الأسابيع القليلة القادمة، بعد ما تم ربطه بشبكة الكهربائية. هنيئا إذن إلى الجزائر بهذه المشاريع الرائدة اللي سوف نتطرق إليها في مشاريع في فيديوهات أخرى. وللعلم فإن الشبكة تاع السكك الحديدية في الجزائر هي الآن حوالي 6500 كيلومتر، وستصل إن شاء الله إذا يعني إذا اكتملت كل المشاريع اللي راهي يعني قيد الإنشاء إلى حوالي 12000 كيلومتر عبر كل ولايات الوطن، وسوف تصل إلى حدود تمن راست بإذن الله، فيه دراسات لاستكمال ما تبقى من خط السكك الحديدية الشمالي شمال جنوب باتجاه تمن راست. إذا نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.